السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا شغلت شركة تمام، وبعتوني الشركة إن أنا أعمل معاينة لأسانسير. شغلت شركة يعني أسانسيرات. نعم؟ شغلت في شركة مصاعد أسانسيرات. شغال في شركة مصاعد، وبعد؟ وبعد؟ والشركة بعتوني أعمل معاينة لعمارة، يعني أعمل معاينة أشوف الأسانسير محتاج إيه والكلام ده. تمام؟ جه الناس بتوع العمارة قالوا لي احنا مش عايزين الشركة، عايزينك انت. تمام؟ انا ما قلت لهمش اسعار اقل ولا اي حاجة، انا رحت ان انا اعمل معاينة، فقالوا يعني توسموا خير مش عارف ايه اللي حصل، فقالوا لي احنا عايزينك انت. فقلت لهم انا ماليش دعوة. راحوا قالوا لي خدوا رقمي تمام، وقالوا هيبقى اتصلوا بيا بعدين بدل الشركة. لا عفوا، انت موظف في الشركة؟ في موظف في الشركة، والشركة بعتتني اروح لعمارة. هذه خيانة للشركة. ما هو انا مش انا اللي خدتها، هم اللي عايزيني. هي خيانة للشركة ايضا. طب اعمل ايه معاهم؟ اعتذر، قل لهم لا، من خلال شركتي، لان ما يعرفوك الا من خلال الشركة. بس.